ونلتقي بك ليش لا. طيب كيفك وحاسة وش أحسن حاسة عندك تحس أنك يعني فيها توب على ما يقولون؟ أي توب؟ الفراسة. الفراسة؟ أي نعم. الحاسة السادسة هذه؟ الحاسة التاسعة. وين وش السادسة والسابعة والثامنة؟ الفراسة الفراسة الفراسة. واو يا أخي والله خطيرين اليوم. طيب حلوين تمام. كيفك وحاسة الذوق؟ خلنا نحدد السؤال. والله طالما انا قعدت معاك دلوقتي وكلمت معاك يبقى انا عندي ذوق كبير قوي. ايش السالفه؟ والله كلك ذوق يا اخي احرجتني. ودي اقول لك اعطيك الجائزه بدون تحدي بس ما يصير يعني لازم تثبت انك قد التحدي ولا لا؟ لا طبعا هناخد التحدي عشان اللقاء جميل معاك وتحدي عشان الفوز. يا سلام عليك يا سلام. حلوين اثنين في واحد. طيب يا استاذنا تعال هنا لو سمحت قرب شوي. شوف معانا هنا واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أكواب من العصيرات، كل عصير فيه فاكهة معينة، ممكن فاكهة ثنتين ثلاثة. المطلوب منك تذوق العصير وتقولنا إيش الفواكه اللي يعني تكون منها. حلوين؟ حلوين بسم الله. طيب أول شيء بسويه بستبعد هذا. خويك يمكن يكون قال لك شيء. لا والله بس ما فيش مشكلة. مشكلة. اختار لي واحد ولا اثنين. اوكي هذا ها بسم الله. قول بسم الله. كر 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 كر. اها اها ما شاء الله والله الصراحه مضبطين هاي كافي. قول بسم الله وروح ادعس. كر 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 ده موز. موز على طول. فراولة. فراولة وأكيد في لبن. لبن حليب يعني. حليب بتلاقي السعودي يعني. تمام. لا احنا نقول عليه لبن قصدك. والله الخفيف ولا الثقيل؟ لا الخفيف. الخفيف الخفيف حليب. حلو حليب. كيوي. كيوي على ما أعتقد يعني. بناء على ايش قلت كيوي؟ هل يعني فيه؟ لا هو بداية الحبوب السوداء ديت يا اما بتبقى من الفراوله يا من الكيوي. واكيد سكر اكيد طبعا يعني اكيد انت حاطط سكر. وانا وانت والله ايش رايكم يا جماعه؟ يعني هو اعطى الصراحه 70% من الاجابه يعني. كوكتيل كوكتيل جابها من الاخير قال كوكتيل اختصر. بس ما اقدر اعطيك جائزه تقول لي كوكتيل لازم تعطيني تفصيل. لا ده المذاق اللي انا حاسه. أسلوبك رائع الله يكرمك ومذائق يعني وشلون أقول لك فوق الوصف الله يكرمك. بس قول لي برضو التركيبة إيه؟ مش هقول له قدامهم هيعرفوا. عندنا ضيوف عندنا عشان في ناس تانية بس هقول لك إن شاء الله ورا الكاميرا. بس مبروك الله يبارك فيك تستاهل الجائزة. الله يكرمك حبيبي. أعطونا الجائزة يا جماعة. هات الجائزة. هلا 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 والله هذه طال عمرك. هذه مسكها كذا. أيوه مسكها كذا. هذه بليار للعطور. تمام. اي هذا طال عمرك محل حق عطور اسمه بليار. تمام. فيه طال عمرك اشكال وانواع من الروائح الجميله والمركزه والزكيه. تمام. ابيك يعني اذا ممكن بعد هذا تتعطر وتعطيني رايك ونلتقي بك ليش لا.